اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج عالم مارينا. عالمنا النهارده هيكون مختلف شويه. احنا النهارده هنتكلم في حاجات حلوه قوي ليكي وعشانك. احنا النهارده بنتكلم عن اول حاجه عن البنت في الجامعه. اول حاجه هنشرح للبنوته ازاي تعمل حواجبها وهي رايحه الجامعه، ازاي تعتني بشعرها وببشرتها وبجمالها، ودي معانا النهارده في الفقره التانيه. وكمان الفقرة الثالثة النهاردة بنتكلم فيها عنك انتي في المطبخ. هتبدأ النهاردة أول حلقتنا، هنسلم على نجنوجة ونقول لها عاملة ايه نجنوجة، ازيك يا حبيبتي يا مارينا؟ جميلة. انتي عاملة لنا ايه النهاردة؟ النهارده عامله لك سلطه فرنسيه اسمها سالاد روس. دي عباره عن خضروات مسلوقه وفراخ مسلوقه. هي السلاد روس بس خضار، بس انا بزود عليها الفراخ المسلوقه وبصل ومايونيز. وعامله لك موز بانيه معمول بالبسكويت زي ما بنعمل بانيه عادي، بس عاملاه بالبسكويت بدل البقسماط. وعملوا لك مع الكيك والعسل الابيض صوص كراميل وصوص شوكولا. اوكي، النهارده طبعا احنا بنتكلم في الفقره الاولى. الفقره الاولى بتتكلم عن البنوته وهي رايحه الجامعه. في حاجات كتيره قوي بتتكلم عن الحواجب، في منها اي شادو حواجب، في منها التاتو الدايم، وفي حاجه منها التاتو المؤقت، وفي حاجه اسمها الحنه. احنا الحنه دي بنستخدمها ليه؟ بنستخدمها علشان تدينا منظر حلو وتديكي شكل بيرفكت انك انتي ورايحه الجامعه. مش كل يوم لازم نقعد نحط اي شادو وياخد وقتنا، فده بخصوص البنات النهارده اللي هي رايحه الجامعه، وده هنعرفه النهارده وبطريقه بيرفكت وبطريقه زي بتوع الصالونات. وزي ما تعودنا ان احنا هنا في برنامج عالم مارينا ما بنخبيش اي حاجه، وكل المعلومات ليكي وعشانك. النهارده هبتدي اطبق ليكم اول معلومه من برنامج عالم مارينا في اول فقراتنا. ومعانا كمان النهارده الموديل بتاعتنا ساره. اهلا بيكي، اهلا بيكي. النهارده هنبتدي نطبق. بصوا بقى يا بنات، ايه هي الحنه وبنجيبها بقى منين؟ عشان في ناس بتدي شكلها مش بيبقى لطيف وبتبقى بترسمها غلط، وفي اوقات صالونات بتبقى بترسمها بتحددها بطريقه مش لذيذه. تقولي لا ده انا مش بحب الحنه، الشكل فيها بحس نفسي ان انا اوفر. النهارده هعلمك ازاي تعملي الحنه دي وانتي في البيت، او انت اذا كنت عندك صالون، او اذا كنت بتبتدي حياتك العملية وعايزة تتعلمي حاجة جديدة. ده النهاردة ليكي انت وبس. النهاردة هنبتدي نشتغل، هنتعلم ازاي نعمل الحنة. الحنة دي انا هنا طبعا بقول كل الاسرار، ما عندناش حاجة مستخبية. دي اسمها حنة بايبل. الحنة دي اهي بتتجاب من الصيدلية، اسمها بايبل. ده الرقم اللي معانا النهاردة، رقم 48. الرقم ده بيناسب البشرة اللي هي مش سمرة ومش البيضة. يعني احنا النهاردة حبينا الموديل بتاعتنا تكون البشرة بتاعتها وسط شوية، ان احنا النهاردة هنطبق ده عليها. هي هنعملها ازاي وبتقعد قد ايه وايه معلوماتها؟ بتقعد معاكي 10 ايام او اسبوع على حسب استخدامك ليها. طب هنعملها ازاي؟ هنبتدي النهارده، هيكون اللي معانا النهارده هتكون هي الحنه وميه دافيه. هنعملها ازاي؟ بصوا بقى يا بنات، هناخد كده شويه اوكي، وبعدين بنبتدي نحط لها ميه، وبيكون معانا خله اسنان عاديه خالص اوكي. بنقلبها كويس. طبعا هي كده معانا ايه؟ لسه تقيله. طب تقيله نعمل لها ايه؟ بنخفها شويه. بصي يا بنات، بيكون المنظر بتاعها يعني مش سايله قوي. تمام، هنبتدي دلوقتي. بس دي دلوقتي بيبقى معانا خله ودان عشان لو في اي زواد نعرف نمسح. خليكم معايا. هنطبق بقى النهارده على الموديل ساره اللي منورانا النهارده. بصي يا بنات، بنبتدي نعمل كده
طبعا احنا ده الشكل اللي هو القبل، بس طبعا احنا سيبناها شوية ونسيناها، فديتنا الشكل المحدد ده. هو المفروض مش بتبقى تقيلة من هنا شوية، بس احنا نسيناها. هي المفروض بتقعد 10 دقايق، احنا هنا سيبناها 20 دقيقة. اوكي بصوا، بنبتدي نطبق كده، ده بيبقى كده شكلها. بالنسبة للناس اللي بتقول انا مش هعرف ارسمها بالطريقة دي، ارسمي وبوظي عادي حواليها وهتظبطي بالخلة الودان، مش هيحصل حاجة. يعني ما فيش مثلا بنت تقول انا بهدلت الدنيا خلاص، لا مش عارف اعملها تاني، لا الموضوع نقدر نداويه، ما فيش اي مشكلة خالص. وفي ناس برضو بتعملها وبتعملها غلط وبتبقى خايفة تقول لا انا لو عملتها غلط ايه، هيبقى شكلي مش حلو وشكله هيبوظ. طب ولو عملتيها غلط ايه الحل؟ بنجيب قطنة فيها اسيتون او شوية ليمون بسيط خالص وبنمسحها كأنك ما عملتيش حاجة. تمام كده يا بنات، اهي بنحطها كده وبنسيبها على الحواجب لمدة 10 دقايق. احنا بقى اللي سيبنا اللي قدام ده دلوقتي علشان ده ما ينفعش يدينا الشكل ده. احنا النهارده بنوريكم برضو ان لازم الطريقة الصح ازاي تتعمل، بان احنا بنحطها كده بعد ما تخلص ب5 دقايق من هنا بنبتدي نحط من الامام حاجات بسيطة خالص كده بعد ما بنعدي 5 دقايق. اوكي يا بنات، عشان ايه ما تتلخبطيش في الوقت. حسيتي نفسك بوظتيها او شكلها مش لطيف او تقيلة، نقدر نخفها بحاجات بسيطة خالص من الاسيتون بقطنة بسيطة، ونحدد على الحواجب من فوق كده وبنبتدي نمسح. اوكي دي بقى كده هو منظر ليكي انتي وانت رايحة الجامعة، الشكل بيختلف جدا. طبعا ده بالنسبة للناس اللي ما عندهاش المقدرة ان هي تعمل تاتو، او ما عندهاش الوقت ودايما وقتها واخدها وما عندهاش وقت ان هي تعمل اي حاجة اصلا، فده هي تعمله مرة واحدة بس كل 10 ايام، هتعملها لنفسيها ومرة مع التانية هتبتدي تتعود عليها. اوكي يا بنات، اهو ده المنظر بتاعنا. بس احنا لو تقلت معانا زي ما هي تقيلة معانا كده، بقطنة بسيطة وبنبتدي نمسح اللي من قدام ده خالص، وهو يدينا شكل ناتورال حلو قوي ليكي وانت رايحة الجامعة، او لو انت قاعدة في البيت وحابة وخايفة تنزلي الصالون او حاجة، ده برضو تقدر تطبقيه نفسك في البيت عادي جدا ولأي بنت. اوكي، وده برضو النهاردة هنتعلم الفقرة اللي جاية، نتعلم فيها مع الميك اب ارتست ازاي نتعلم ميك اب ارتست لنفسنا، ازاي نبتدي حياتنا العملية، ازاي بتكون عندك ثقة في نفسك انك تبدأي حياة جديدة. ونبتدي النهاردة بقى من نتكلم مع نجنوجة ونشوفها عملت ايه النهاردة، وصلت لفين. خلاص مخلص لك الموز. الموز بنحطه الاول في دقيق ومعلقة نشا، يعني انا عاملة هنا 6 موزات معاها معلقتين دقيق ومعلقة نشا وبعدين بيضة ومعاها عصرة ليمون فانيليا وقرفة وبعدين البسكوي. بناخد من الدقيق للبيض للبسكوي وبنحطه في الفريزر، لازم يبقى جامد جدا يطلع من الفريزر على القلية. عايز تقلي بزيت بسمنة بزبدة زي ما انت عايزة. تمام كده احنا النهاردة الطريقة بتاعتنا عرفناها، ويا رب تكونوا النهاردة عرفت استفدتوا من نجنوجة اسرارها في المطبخ وان هي بتعلمنا كل حاجة. طبعا احنا هنا لازما ندي معلومات جبارة. النهاردة احنا هيكون معانا ميك اب ارتست المتألقة الجميلة مريان سمير، هتبتدي النهاردة تعلمك ازاي تعملي ميك اب لنفسك. العروسة بتكون متوترة قوي قبل الفرح وبشرتها بتكون مرهقة، ازاي ان هي تخش الفرح وهي يكون عندها بشرتها، يكون عندها اشراقة في بشرتها، وده اللي هنعرفه بعد الفاصل. فاصل ونعود. ورجعنا لكم تاني وفي فقرة تانية من برنامج عالم مارينا. الفقرة دي كل البنات بتستناها وعايزة تتعلم اسرار الميك اب.
اسرار الميك اب هو عالم غويط غويط غويط، عايزين نكتشفه مع بعضينا من الالف للياء، وده اللي احنا مصممين ان احنا نصممه ليكي وعشانك، انك انتي ازاي تتعلمي الميك اب، انك انتي تكوني بروفيشنال، مش بس ازاي ادور على الميك اب الارتست الشاطره اللي تعملي، لا كمان اتعلم ان انا اكون ميك اب ارتست واوصل لحلمي واوصل للهدف اللي انا عايزاه. النهارده اللي هتعلمنا ازاي نهتم ببشرتنا قبل الفرح للعروسه، اوكي للعروسه بيبقى عندها توتر شديد وبشرتها بتكون مرهقه والدنيا بتكون معاها ملخبطه، فالعروسه بتكون محتاره انا مش عارفه ابدا منين او اعمل ايه، وفي كمان عرايس ما بيبقاش عندها خلفيه اساسا ان هي لازم في روتين معين تمشي عليه قبل الفرح، تمام؟ وده النهارده اللي هتعرفه لنا خبيره التجميل المتالقه والشطوره جدا مريان سمير، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ايه بقى موضوع العروسه بيبقى عندها توتر شديد ان هي عايزه تتعلم ازاي تهتم ببشرتها؟ تمام. هو مبدئيا العروسه طبعا يعني يا ريت يفضل يكون قبل فرحها مش اقل من 3 شهور عشان نبدا ناخد الخطوات صح ونعالج الموضوع صح. لكن في طبعا عروسه مثلا تقول لنا قدامي شهر، لكن تقدري على الشهر ماشي، لكن اقل من كده بتبقى صعب، تبقي ضغطتي نفسك. لكن هي انت الاساسيات المفروض تعمليها انك تهتمي ببشرتك بغسول يوميا، ده شيء اساسي ما تستغناش عنه. ده وبعدين لازم نحط ترطيب على طول يوميا وسكراب، لكن زي ما احنا عارفين طبعا ان البشره العاديه غير الجافه غير الدهنيه، كل حاجه وليها اساسيات. بعدين في عرايس كتير بتقابلني بيبقى في مشاكل في وشها زي حبوب، بقع، هالات سودا، في حفر، وفي بنات كتير بتحب تعمل يعني رجيم قبل الفرح، فده بيبان على بشرتها جدا. فانت لازم تعوضي ده كله، بس انت مش معنى ان بشرتك مليانه عيوب او حفر او اي حاجه من الحاجات الصعبه دي، مهمه الميك اب هنا انه بيخفي العيوب دي مش بيعالجها. لازم تكوني عارفه النقطه دي ان هو بيخفي العيوب مؤقت، اللي هو اليوم فرحك اللي هو انت اهم يوم بالنسبه لك، فهو بيخفي ايه العيوب، لكن كعلاج وكان احنا لازم نستمر قبل الفرح يوميا سكراب، ترطيب، غسول، دايما نتبع الطريقه دي على طول ما نستغناش عنها. تمام. طب ايه الخطوات اللي هي المفروض تعملها في اليوم؟ ايه قبل ايه يعني، ايه المفروض الروتين اللي تمشي عليه هي عشان اول تكون بشرتها نضره وتخش كده الفرح وهي سعيده وداخله طبعا حياه جديده؟ فطبعا معظم اليوم ده بيكون بالنسبه لبنات كتيره بيحصل معاها ضربات كتيره، فاحنا عايزينها تتغاضى الحاجات الكتيره دي، فايه الروتين اليومي اللي هي تعمله على الاقل ان بشرتها تكون حلوه ساعه الفرح؟ طبعا الروتين اليومي اهم شيء طبعا الغسول يوميا، ده اهم شيء الغسول الصبح. طبعا يوميا برضو لازم تستخدم سكراب، ماسك سكراب، وبعديه بتعمل ماسك النضارة، واخر حاجة طبعا في الليل ده يفضل الترطيب، الترطيب جدا ده اهم شيء للعروسة، ولازم تهتم بالحاجات دي وبشعرها كمان على فكرة، وعايزة اقولك كمان بالاظافر، يعني يكون افضل انها تهتم بكله، بس بنركز اكتر على البشرة عشان تطلع باجمل شكل. طب احنا بقى النهارده عايزين نفجر القنبله اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل الحلقه، وانت كنت حابه انك انت عايزه يعني عايزه تديها للبنات، بس المشكله ان في بنات ما عندهاش الخبره الكافيه، فانت بتقولي انا عندي الاستعداد كمان ان هي لو ما عندهاش خبره نهائي انا هخليها تطلع بروفيشنال، ده حقيقي؟ طبعا. تمام. انا بعلمها من البدايه للنهايه، انا بعلمك يعني ايه ميك اب، يعني ايه ميك اب لنفسك، يعني ايه ميك اب تعمليه للعروسه، يعني ايه ميك اب سواريه، يعني ايه ميك اب اصلا. انا بعلمك من البدايه للنهايه، بعرفك كل اساسيات الميك اب وكل ماركات وكل حاجه، انا بفهمها لك. طب وهل لما بتيجي تاخد الكورس مثلا او ان هي تبتدي حياه جديده، طبعا انت عارفه ظروف الكورونا دي قفلت بيوت طبعا ناس كتيره. ايوه فعلا. وكل بنت دلوقتي نفسها ان هي تعمل حاجه لنفسيها، عندها حلم نفسها تحققه، عندها حياه جديده عايزه تبداها،
عايزه تتعلم ومش عارفه تبدا منين. اصل فكره الميك اب يا مريان موضوع غويط قوي وكله تكات كتيره، ففي ميك اب ارتست بتديك المعلومه وتقولك ابحثي بقى انت على اليوتيوب مع نفسك. فاحنا في عالم مارينا هنا كلمه السر بتاعتنا هي ان احنا مفيش اسرار نهائي، بنفتح كل الابواب المغلقه قدام البنات. احنا لازما كل بنت يكون لها حلم وتحققه، ولازم يكون عندك اصرار بانك تحققي حلمك ما تيأسيش. احنا النهارده مع مريان سمير هتتعلمي اصلا اساسيات الميك اب، وهتطلعي من تحت ايديها انت بتكوني بروفيشنال، مش بتقولي انا لسه ميك اب ارتست مبتدئه، لا بتتعلمي كل الاساسيات وبتكوني محترفه ميك اب. وكمان النهارده برضو برنامجنا بيقدم برعايه بيوت سنتر ميرولا، الراعي الرسمي هنا للبرنامج عامل عروض هايله جدا، ومتعاقد مع استاذه مريان سمير بان هم بيعملوا بكورسات حلوه جدا للميك اب والشعر وللرموش، يعني حاجه ماشيه مع البرنامج كمان بتاعنا، ان احنا اننا هنا هعلمكم لايف، وهم كمان بيدوا كورسات ليكي وعشانك، عشان تتعلمي، عشان يكون عندك هدف لازم توصلي له، لازم تتحدي كل الصعب، ما بقاش عندك حاجه صعبه. وكمان انت تتعلمي انك تعملي كل حاجه بايدك، مش هتاخدي النظري بس. وكمان احنا معانا الفقرة اللي جاية، معانا المفاجأة اللي هي بتاعت الست في مطبخها. لو انت ست وبتسمعيني دلوقتي وانت واقفة في مطبخك، انتظريني بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني في اخر فقرتنا. احنا النهارده معانا مفاجاه هايله ليكي، انت يا ست البيت يا ست الكل، اللي انت وفي مطبخك حاجه هتريحك من الدوشه اللي الحاجات اللي بتضايقك في الاكل، والحاجات اللي بتتعبك في غسيل الصحون. معانا النهارده ماركه هايله جدا ومعروفه، شركه لافا، مقدم لنا النهارده اسهل الطرق اللي شركه لافا. اهلا وسهلا بك. ايه بقى اللي يميز شركه لافا عن اي شركه تانية؟ هي اكتر ميزه عندنا في المنتجات ان الماتيريال بتاعتنا كلها من كوريا، وهي كوريا من اهم دول العالم في تصنيع الاواني المنزليه، يعني هي دوله من الدول اللي ليها السبق في تصنيع الكوكوير عامه، فبيهتموا جدا بالماتيريال اللي بتبقى مستخدمه، لان هي دي اهم حاجه بتتواصل بشكل مباشر مع الاكل. تمام. عندنا النون ستيك بتاع المنتجات عالي جدا، ما بتلزقش، الماده صحيه، ان البيز بتاعها متصنع من الميه، فهي حتى لو بعد فتره معينه اتخربشت هي امنه تماما على الصحه، ومعاها شهادات بالكلام ده كله. الحله بيبقى ليها اعدل توزيع الحراره على جسم الحله كله، بتوفر في الاستهلاك بتاع الكهرباء والغاز في المطبخ. المساحات او السعه اللتريه بتاعه المنتج اكبر من اي منتج موجود في السوق، غير ان احنا عندنا ضمان مدى الحياه على المنتج. طب بص بقى، احنا هنا في عالم مارينا ما بنثقش في اي حاجه. تمام. فانا لازم اقوم كده بنفسي امسك الحله وايه واتعرف عليها كده، ده انا مش قادره اشيلها. طيب بصي، هو زي ما كنت بتكلم معاكي، دي بتبقى القاعده بتاعه توزيع الحراره. تمام. هي قاعده توزيع الحراره عندنا مميزه شويه، ان هي سيمبل مش عاليه، عشان ما يتعلقش فيها اي حاجه او اوساخ مطرح الطبخ. تمام. فهي بتوزع الحراره على جسم الحله كله. هي تمام. ده بقى يخص مين؟ يخص نجنوجه هنا ويخص ست البيت. ايه رايك فيها نجنوجه في الاكل؟ سهله طبعا، حلوه جدا. انا جايبه لبنتي منها اللي لسه هتتجوز، فهنجرب ونقول لحضرتك ان شاء الله. بس لا، هي ممتازه ممتازه جدا، ما بت يعني مش بت بتسوي الاكل كويس، ما بيبقاش مش بتخلي الاكل يشيط كمان. هي بتسوي الاكل بسرعه. ايوه، ما بتحرقش الاكل بالظبط. بتستهلكي للناس اللي بتعمل دايت، هي بتستهلكي سمنه او زيت قليل. قليلين. كمان هي اكتر ميزه انا برضو مصر عليها، الماتيريال المستخدمه بتاعت الجرانيت اللي بتحتك مع الاكل. الناس بتنزل تشتري حاجات ارخص عشان مجرد السعر، او الناس بتروح تشتري حاجه اتقل عشان بيقولوا ان التقيل اصلي. هي انا كنت قلتها قبل كده كذا مره،
اهم حاجه الماتيريال اللي بتحتك مع الاكل بشكل مباشر ان هي تكون صحيه. يعني مره هي يعني هي المعلومه يعني هي دي حاجه اساسيه في بيتنا اصلا ما نستغناش عنها بالظبط. تمام. طب انت بقى يا استاذه نجنوجه حضرت لنا الاكل وخلصته لنا النهارده؟ خلصته لك. تمام. احنا النهارده اتكلمنا ليكي وعشانك في موضوع كتير قوي، ان احنا اول حاجه اتكلمنا فيها ان احنا نتعلم ازاي نرسم حواجبنا نفسينا في بيتنا، وتعلمنا مع خبيره التجميل مريان سمير ازاي نعتني ببشرتنا قبل الفرح، واتكلمنا كمان عن الكورسات اللي هي بتديها لكم اذا كان من ميك اب او الشعر او الرموش او ميكرو بليدنج. وكمان دايما يا رب تكونوا في خير وسعاده، وتكونوا ايامكم يا رب كلها خير. ونختم بقى النهارده بالعرض بتاع الاكل بتاعنا، ويا رب بالهنا والشفاء. عامله لنا اكل ايه النهارده؟ دي سلاد رز عاملاها بالمايونيز. وعلى فكره المايونيز سهل جدا انك انت تعمليه في البيت بنفسك، هو حاجتين بس تاخدي بالك منهم. الحاجه اللي انت بتستخدميها ما بقاش فيها ولا نقطه ميه خالص، وانت بتحطي الزيت تحطيه بالراحه جدا، هي بيضه واحده اللي بتستعمليها مع كوبايه زيت. هدوق بقى بعد الفاصل، وان شاء الله اخد ان شاء الله هدوق بعد الحلقه واقول لكم رايي، عشان احنا هنا لازم كل حاجه يكون مصدر ثقه. وشكرا للضيوف الاعزاء اللي كانوا معايا، وبشكر استاذه مريانه سمير والمودلز الاثنين الامارات ساره والبنوته الثانيه، شكرا لهم بجد. النهارده انبسطنا بيكم، ويا رب تكون ايامكم خير وسعاده وامل. يا رب اشوفكم يا رب الحلقه الجايه على خير. شكرا لكم.